التليفون خالص خالص، دي هواية من زمان بصراحة. زمان بابايا هو اللي نماها فيا. بدأتي بقى الفكرة الرسم، كان يجيب لي أدوات الرسم ويعلمني الرسم هو بنفسه لما شافني كده في المدرسة. كان عندنا احنا الرسم ده 3 حصص أساسية، كانوا بياخدوني على طول بعمل لوح المدرسة. فكرة الرسم على الطول بدأت ازاي؟ رسم، ما هي الرسم على الطول انت لما ترسمي على اي حاجه تقدر ترسمي على اي حاجه. بس انا في الاول ما كنتش فاهمه ايه الماتيريال اللي نقدر نستعملها على التورته. فبناتي كانوا عاوزين تورته يدوها لواحده صاحبتهم، فسالوا عليها لقوها غاليه. فقالوا يا ماما انت بتعملي حلويات كويسه ما تجربيها. قلت لهم يعني حكايه العجينه دي وانا لسه ما استعملتهاش هجرب. فاجتهدت من نفسي وعملتها حلو، بس لما ركبتهم لغايه ما وصلت الحاجه كلها دخلت كده بعض ووقعت. فلازم ليها تكنيك. فبصراحة بديت بشوية كورسات علمتني ايه اساسيات الكيك. الموضوع بدأ من امتى بس؟ إيه 9 سنين، داخلة على 9 سنين ان شاء الله. بدأت الاول بايه بقى؟ بدأت اني اخد شوية كورسات بس اعرف ايه الماتيريالز اللي بنستعملها في التورت، ايه العجينة اللي بنحطها فوق دي، إيه بنعمل ازاي الحاجات دي، ايه اللي نوصله ازاي. عرفت حاجات كتيرة وخبرات كتيرة زي عجينة السكر اللي هي بنغطي بيها التورته او بنشكل بيها اي حاجه. بنعمل لها فيجر صغير، بنعمل بيها احجام كبيره، نحت كبير، اللي هي عجينه السكر. مختلف عن عجينه السكر في انها بتنشف، لو مسكت الورده دي تلاقيها ناشفه بتتكسر. ليه؟ بتاخد الشكل وتفضل ثابته عليه، وده بيساعدنا في عمل الورد مش المجسمات. في حاجه بقى ثالثه اسمها مودلينج بيست، مزيج من الجام بيست والعجينه السكر نص ونص، بيخلي الحاجه لا تبقى ناشفه قوي ولا تقدري تشكليها، وفي حاجه باظت تقدري ترجعي تشكليها تاني. وفي حاجه تانيه اسمها مودلينج شوكليت معموله من الشوكولاته. طبعا دي حاجه اعلى، بس هي الاجانب كلها بيستعملوها لان شغلها اسهل ونتيجتها احلى. الخامات دي اضافت لي حاجات كتيره، وفي نفس الوقت الناس بدات تطلبها مني. ففتحت جنب الديكوريتر جزء سبلايرز، ان ايه بجيب الخامات اللي انا بستعملها فيها معروضه برضو انها سوقتي نفسك ازاي كده؟ فسوقت من عن اونلاين. كان في الاول كله بنزل شغل بعملها اول حاجه لقرايبي. قعدت مثلا سنه ونص او قرب سنتين كل الاعياد ميلاد انا اللي بشيلها وانا اللي بعملها. فدي كانت تجربه ليا اني بتعلم وبوصل لمرحله اعلى وبتثقف اكتر وبجرب في الناس دي. بدات بعد اشتركت في المعارض؟ ابتديت اول معرض اشتركت فيه بصراحه مع غدا التالي. هي كانت عامله معرض كبير جدا، غدا التالي وغدا السحيمي الاثنين اشتركوا مع بعض وعملوا، بس كان لايف مش اونلاين. وعملناه في الدقي وكان سمع عليه صدى كبير جدا. نزلنا كان حاجه عن مصر برضو، انا اخذت الموضوع بتاعي كان عن الحي الشعبي. عملت الراجل اللي هو بالقدره كان مجسم كبير، وعملت الست الفلاحه، وعملت البيوت الشعبيه اسمها لوكوزين. دي مسابقه عالميه كانت السنه اللي فاتت. والحمد لله كسبت مركز تاني. اخدت شهاده ان مصر لو في اي بطوله عالميه بره بياخدوني اكون فيها. يعني كده معرضين بس فيه. لا في بتاع غدا التالي تاني السنه اللي فاتت افرحنا. دي الحاجات اللايف. ونزلت معارض بقى عاديه تانيه، بس يعني مش بقوه المعارض دي. نزلت بقى اللي هي الاونلاين مع الاجانب بقى، اللي هي الكولابريشن اللي انا اللي نزلت منهم اخر واحد ده بتاع غدا السحيمي. كان قوي جدا وعمل عليا بصمه جامده جدا. بتدي كورسات بقى؟ بدي كورسات طبعا. كنت اول حاجه بدي كورسات النحت لاني كنت شويه متميزه فيها. طورت نفسي، لقيت نفسي في الورد برده الحمد لله. وصلت مرحله الورد والتورت الافراح بتظهر الورده. يعني انا عاوزه اوريكي ورده مش متلونه، ولما تتلون بالالوان الادبر كلها بتبقى نتيجه ازاي. لا لا دي من بره. شركه كده، حد عايز يشتريها من هنا؟ انا الوكيل ليهم او شركه القصر بيتعاملوا معاها. هي انا باخد ليها بوكيل عشان انا بستعملها، وفي نفس الوقت لما بعمل كورسات بياخدوها مني. الاسعار طبعا في بتبتدي من 70 او 75 لغايه 100 العلبه. بس العلبه دي يعني انت بتاخدي يا دوب منها، يعني تحس انها علبه صغيره. لا بس هي مركزه. القطاعات برضو من نفس الشركه. قطاعات بصراحه في فرق، في عندي الصيني وعندي المستورد. الصيني ليه سعر والمستورد ليه سعر تاني اعلى، بس فعلا يقول لك الغالي رخيص. العجينه السكر اسعارها كام؟ عجينه السكر دي متوفره هنا صح؟ شركه مصريه طبعا، بيكلاند دي اكبر شركه. وانا بصراحه ثقتي كلها فيهم. اسعارها بتتراوح من 22 للكيلو لغايه تقريبا 28 اللي هي بتبقى في استيراد. في استيراد وفي مصري، بس الاثنين بصراحه نتيجتهم كويسه. تمام. التورته الفرعونيه التورته الفرعونيه انا طبعا اتمنى كنت تلحقوها قبل ما تتوزع. يعني
لما تعملي تورته نفسها بياخد منك وقت قد ايه؟ بصي حسب الشغل يعني، في يعني القصار النحت، القصار النحت دي مش هقدر اقول لك لان هي بتبقى اعلى حاجه. ليه اعلى حاجه؟ انت بتعملي بتصممي شكل معين وبتهدري كيك كتير وخامات كتير، لان بتعملي حجم كده وبتنحتي وتشيل منه، فدي وفيها شغل كتير بيبقى قوي عشان تطلعي التفاصيل. او حسب العدد الاشخاص برضه يعني. الاسعار دي انا ما بقدرش احددها الا ما يقول لي قدامي عاوزه حشو ايه، انواع مكسرات، عاوزه ساده، عاوزه كيك، يعني لو ساده مثلا. ما هي انا برضو الافراد يعني، هي بصي الفرد زي الرجل الطبيعي في المحلات يعني. المحلات طبعا بتبقى اقل مننا شويه بالرغم الخامات غيرنا خالص، احنا خاماتنا يعني اعلى شويه وشغلنا اعلى من المحلات، عشان كده احنا بالاوردر، ما يبقاش محل عارضينه، بيبقى حاجات اوردر كده وبنعملها. خلاص شكرا جدا.